طيب طيب دلوقتي بما ان في رقابه وفي ناس بتعلق وفي ناس بتقول غلط وفي ناس بتقول صح، ايه رايك في المهرجانات الشعبيه بقى؟ المهرجانات انا طعمه قلت بيكا. رايي، انا قلت رايي فيها يعني. هي نوع من الـ من الـ 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 الفن اللي انا ما احبوش وما بس ضد المنع. انت قلت انك ضد المنع. بالظبط انت قلت انك ضد المنع. طبعا ولما جبت الاستاذ علي شاكر انا قلت لك ايه، في حدود، ولكن يتعدد. ان حد يمنع حد بس هو ده اللي ده ما بيبقى مرغوب كمان بينتشر اكتر. ما حدش يمنع حد ليه؟ بمناسبه الاباحيه اللي حضرتك قلتيها، ده موقع مش عارف ايه تيك تيك بقى بس خلاص موجود في الموبايل. مظبوط. ما حدش يقدر يمنع حد. السماوات المفتوحه. تيجي تروح تشتم احمد الهواري، تيجي تروح تشتم تامر عبد المنعم. مظبوط. اشتم قناه النهار. ما حدش يقدر يمنعني، ما هو تويتر اهو، فيسبوك اهو. صح. الجلوباليزيشن او العولمه غيرت من مفاهيم دي. احنا بقى نعمل ايه؟ نعمل سينمات في القرى، نعمل مسارح في ال ناخدهم في حته ثانيه، النائيه ناخدهم في حته ثانيه. عليكم هو ليه كان في مصر المسرح لغايه التسعينات الناس بتنزل اسكندريه دي تقطيع. انا السنه دي في اسكندريه بعمل ابدا حلمك هناك، ماشي، مفيش مسرحيه. المسارح بتاعت اسكندريه قليله قوي، دي كانت الكورنيش كله مسارح. المسرح عادل امام 14 مسرح تقريبا ومش عارف ايه. هنا وسط البلد عندك سينما راديو وقصر النيل والشباب. ليه ما فكرتش تستخدم مسرح الزعيم او مسرح العرب؟ استخدمه عماد زياده وعمل. انا قصدي ليه ما فكرتش تعمل حاجه تانية عليه وانت عندك المخ ده وعلاقتك كويسه بالفن التحليلي؟ بس الجدوى هتكسب ازاي؟ شوف انا لما جيت عند سينما الشعب قلت لك الحكايه 1+2+3 كنت مظبطها. مظبوط. النهارده في القطاع الخاص الوحيد اللي شغال دلوقتي مسرح الاستاذ صبحي. مسرح اللي هو عامله بتاع مسرح مدينه سمر. مدينه عمل مسرح ومسرحه فمفيش تكلفه ايجاريه. مظبوط. طبعا دلوقتي يسوى 3 أضعاف ما هو بناه طبعا، وفي النهايه هو محمد صبحي فبيبيع المسرحيه ويجيب شباب جديد انه محمد صبحي والمسرحيه ماشيه وتيكت مارشيه بتبيع له وتذكرتي بتبيع له. ايه رايك بقى في الفنانين اللي واخدين موضوع يعني ماديات اكتر؟ كل واحد ودماغه يعني الموضوع. وبعد كده مفيش حد فينا، ما هو انت هتشتغلي ببلاش. لا بس لما يبقى ده المين تارجت يعني تبقى هو ده الاساس نمبر 1، وقبل ما اشوف الدور وقبل ما اقرا الورق اشوف انا هاخد كام، مش طبيعي. ولا انت ايه رايك؟ طبعا. طب خلينا في الفنانين اللي بجد، انت كنت او ولا زلت مقرب من علامتين من علامات الفن في مصر مش هيتغيروا وربنا يديهم الصحه وطولة العمر، استاذ عادل امام استاذ عمرو دياب. الناس دي فضلت السنين دي كلها قاعدة فوق كده ما بتنزلش ليه؟ وانت كنت مقرب او لازلت مقرب وعارف الناس دي بتعمل ايه؟ هما بيعملوا ايه عشان يفضلوا لا وناجحين كده؟ وليهم بقى لا يفضلوا ناجحين يعني هما يفضلوا ما بينزلوش، محدش بيعرف يطلع لهم يعني مهما الناس تعدي عليهم هما قاعدين في حتة كده مع نفسهم. في صدق، في قضية، في فكر، خلي بالك. لا يا استاذ عادل وعمر ده سهل. لا انا عارف انه لا انا بتكلم ان عمر حبيت كل اللي قاعدين دول معانا في الهول ده حبوا على اغانيه. طبعا دي حقيقه. في ولسه الجيل اللي بعدنا ذكرياتنا كلها على ايد عمر. قريت مقاله اسمها عمر دياب يا عمرنا في عيد ميلاده، مش فاكر كان مين اللي كاتبها، وشوف كاتب ايه. فعلا هو نوستالجيا. مظبوط. حياتنا كلها صح ومكمل.